لكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. الشوط التاسع وهو الشوط الخاص بالإذاعة الإبكار المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. انطلاقة سليمة ورائعة مع هذه التحديات، مع هذه الانطلاقات، مع هذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع أيضا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع الأمتار الأولى وأرهني اللي قادت المجموعة واندفعت منذ البداية بناموس هذا الشوط مع هذه التحديات المتميزة. مشاهدينا متابعينا الكرام، أرهني أيضا الاندفاع المتميز وأرى شعار نسير بالصدارة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط والشاهينية من قادة المجموعة لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي. نطلق مع المركز الثاني كي أرى التسلل في هذه اللحظات والقدوم من مياس التابع لهجن العاصفة، يقدمها الواثق حمد بن راشد بنغدير ثالث. التحديات أرى التسلل من بطسوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم وانطلاقة مسري بن سالم بالعرطي الحميري الدور المركز الرابع. وأرى الصيت تتدخل مع المركز الرابع التابع لهجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. خامس التحديات أرى هني فزعة مع المركز الخامس والسلهودة تاتي سادسا، الثنتين بشعار هجن العاصفة ومتابعة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع بأرى التسلل في هذه اللحظات من شعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وانطلاقة سعيد بن سالم الينيبي من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز السابع. ثامن التحديات نتابع المركز الثامن وأرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل من الشاهينية مع المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد بن مروشد من يتابع هذا التحدي الرائع. ومع المركز التاسع، المركز التاسع التحديات القادمة نتابع المركز التاسع وأرى اللفاتة اللي قادمة في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع هذا الانطلاق، ولكن أرى التسلل، أرى التسلل أيضا والانطلاق من حرير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم والسيف بن خلفان الغويص. من أعلن هذا الانطلاق المثير؟ من أعلن هذا التحدي؟ هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن بنعود مع التوقيت نتعود مع المقدمة عفوا. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك أيضا اللي قايد المجموعة منذ البداية، منذ البداية الشاهينية على رأس الحربة لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاق الشاهينية وهي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط. ولكن التحديات القادمة نتابع المركز الثاني وأرى مياس، أرى مياس مع المركز الثاني والقدوم من فزعة والتحديات من صيت أيضا بشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع هذا التحدي المثير التحديات القادمة أيضا، الانطلاقات المثيرة من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة سعيد بن سالم الينيبي بطسوغان تتسلل أيضا، تنطلق مع هذا التحدي المثير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة مسري بن سالم بالعرطي الحبيري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. 1200 ما تبقى عن خط النهاية
النهاية والتحديات التحديات رائعة، الانطلاقات مثيرة، الصدارة الصدارة والمقدمة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع اللي قاد المجموعة منذ البداية الشاهينية على رأس الحرب، تنطلق بناموس هذا الشوط مع هذا الأداء المتميز بشعار سمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم ومتابعة حمد بن علي العويسي، ولكن أرى التسلل، أرى فزعة اللي انطلقت بالصدارة تليها مياسة، وأرهني أيضا صيد الكوكب الثلاثية والبر رباعية بالفعل عاصفية على مقدمة هذا الشوط، وبقيادة صيد اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة بشعار هجن العاصفة، ومتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع صيد، من يتابع مياسة، من ينطلق مع فزعة والسلهودة، يا سلام. ولكن أرى التحديات أيضا، نتابع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم وسعيد بن سالم النيبي مع المركز الخامس، ولكن نتابع البداية، نتابع بداية هذا الشوط والصدارة، الصدارة والمقدمة واللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة. تهانينا لهجن العاصفة مع هذا التألق، مع الرباعية على مقدمة هذا الشوط. ولكن سلهودة اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على فوز سلهودة بالمركز الأول. صيد تاتي مع المركز الثاني، فزعة مع المركز الثالث، رابع التحديات مياسة بشعار هجن العاصفة. تهانينا أيضا الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الخامس، تصل في الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم النيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول سلهودة إلى خط النهاية، تقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق و51 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة على فوز سلهودة بالمركز الأول، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. صيد تصل مع المركز الثاني، تأتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق و51 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث فزعة تأتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 53 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة مع هذا التألق في مساء هذا اليوم، تهانينا أيضا للواثق حمد بن راشد بن غدير، تهانينا للجميع والناموس. ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، أشواطنا مستمرة.